لنا لقاء ممتع مع المطرب الشعبي العائد من رحلة العلاج، الفنان المطرب الروش الجامد جدا أبو شعر كستنائي، المطرب عاطف صابر. طربوش واخرج عن النص ان شاء الله، تقول البس الطربوش والطربش براحتك. ستوب. هو في ايه يا استاذ الطربوش مضايقك؟ كور الطرطور. ها بس اوعى تقول هلبس الطرطور، مش هينفع تكمل الاغنيه. اتفضل. ها يلا. تعال اتفضل. ها اتفضل. ممكن اسمع الاستاذ بقى؟ سواح وانا ماشي ليالي. سواح ده المنطقه ولا الاغنيه بتاعت الحليم؟ انا مش فاهمك. الاغنيه ما مش السواح بقى بتاعت شبرا؟ لا. طب حسسني بقى باغنيه عبد الحليم. طيب لو اتحركت طربوش. تعال اتفضل. ها اتفضل قول سواح. سواحنا معاه. اتفضل. ها سواح. ما تجيبها من الاول. سواح سواح وانا ماشي ليالي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هدخلها فيها على بوظت تاريخ الاغنيه. اتفضل. ناس تحب ناس، وفي ناس بتكره ناس. يا عيني ناس، والله ناس. ناس بتحب ناس، وفي ناس بتكره ناس. أبص حاجة للأستاذ محمد فوزي. عبد الحليم ماما زمانها جاي عشان الطفولة حتى. طب ذهب الليلة. طب تعالى حفظك حاجة. عارف ذهب الليلة؟ لو انت بقى ممثل وعندك مخزون قولها بالمقلوب. تعرف؟ لا. تعالى اقولها لك بس مرة واحدة وتحفظها. تعالى. بهزل يلل ولطع الدفر والصعفور وسوس فاش الطقة لقى سبسب لقيت له ونون أمام لقيت له بيسي الطقة ولخيها فلاحة. يلا قول دول بس فضل. يلا أديك 1000 جنيه لو قلتها. طلع البدر والعصفور سوسو سو.